السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان محاضرتي سوف يكون عن Overview in Principles of Surgical Exodontia، مراجعة عامة عن القلع الجراحي. بداية أود أن أتشكر مجموعة طب الأسنان مباشرة متمثلة بالدكتور مازن دوماني لأنه خصني بوقت لهذه اللفتة الكريمة وهذا الحدث المهم والذي سوف يفيد طلاب طب الأسنان بشكل عام وللمهتمين بشكل خاص. محاور محاضرتي هي التالية: أولا، ما هي استطبابات القلع الجراحي؟ ثانيا، خطوات القلع الجراحي متمثلة ب كيف نصمم الشريحة وكيف يتم رفع الشريحة وتصميمها. راح أحكي عن أنواع الشرائح أول شيء، بعدين ما هي الاعتبارات اللي بدي اخذها لما بدي انا ارفع الشريحة. ثانيا، شو هي تقنيات القلع الجراحي بالنسبة للأسنان واحدة الجذور single rooted tooth، وبالنسبة للأسنان متعددة الجذور مثل الأرحاء multiple rooted tooth. وبالنسبة للقلع الجراحي بشكل بسيط سوف أتحدث عن الأرحاء المنطويلة، الأرحاء الثالثة المنطويلة، والقلع الجراحي بالنسبة للجذور المكسورة وبقايا الذرة المكسورة ضمن السكيت. مبادئ عامة عن الخياطة في الحفرة الفموية. وأخيرا، بعض الاعتبارات التي يجب أخذها بعد القيام بالعمل الجراحي بالنسبة للتغطية الدوائية وبالنسبة للعناية. أولا، ما هي استطبابات القلع الجراحي؟ أول شيء، إذا كان في عندي طبق قوة كبيرة جدا خلال القلع، لسن متوقع أن يكون ملتصق، فالقيام بالقلع البسيط أو القلع المغلق بواسطة الكلابات لهذا السن سوف يؤدي حتما إلى كسر السن أو كسر العظم الملتصق به أو كسر الاثنين سوا. مثل هون الصورة عندي، كان في عندي محاولة لقلع رحى ثانية بواسطة القلع البسيط وتم تطبيق قوة زائدة أدى إلى كسر جزء من الحدبة الفكية اللي هي الماكسيلاري تيبروسيتي وخروجها مع السن خلال عملية القلع، وهذا الشيء طبعا مؤذي جدا بالنسبة للمريض كونه حيعمل مشكلة في التعويض لاحقا، خاصة إذا بده يركب بعد فترة طويلة تعويض كامل أو تعويض جزئي. وثانيا، راح يسبب له آلام مبرحة كونه صار في عندي كسر بقلب العظم. ثاني استطباب، إذا كان في عندي جذور متباعدة للسن المراد قلعه، مثل هي الحالة كان في عندي جذور كتير متباعدة كتير divergent، فمحاولة القيام بقلع بسيط أو بقلع بواسطة الكلابات لهذه السن سيؤدي حتما إلى كسر في أجزاء بهذه السن، خاصة كسر بالجذور. أيضا، إذا كان في عندي انحناءات ضمن جذور السن التي نريد قلعها، كمان المحاولة لاستخراج هذا السن أو قلع هذا السن بواسطة القلع البسيط سيؤدي حتما إلى كسر الجزء الذروي من هذا السن. إذا كان في عندي الجيب الفكي قريب جدا من جذور الأسنان التي نريد قلعها، أو إذا كانت متداخلة جذور هذه الأسنان ضمن الجيب الفكي، والمحاولة بقيام قلع بسيط بالكلابات أو بالقلع المغلق لهذا السن سيؤدي بالأغلبية إلى ثقب بقاع الجيب الفكي، لذلك نقوم بمحاولة فصله إلى أجزاء متعددة كما سنتحدث لاحقا وإخراجه كل جزء على حدة عشان نقلل احتمالية انسقاب قاع الجيب الفكي. طبعا في حالات أخرى، مثل إذا كان في عندي أسنان عليها نخور عنقية كبيرة، وخلال القيام بمحاولة لقلع بواسطة الكلابات بالقلع البسيط سيؤدي إلى كسر في ضمن الجذر ضمن كون هذه البنية هنا ضعيفة بسبب النخر، أو إذا كان في عندي أسنان عليها حشوات كبيرة، حشوة أمالجام كبيرة مثلا مثل هون، وعند محاولة القيام بقلع هيك سن رح يصير في عندي تهدم بالتاج وصعوبة أكثر بالقلع، لذلك نفضل القلع جراحيا بواسطة فصل الجذور عن بعض البعض واستخراج كل واحدة على حدة. في حالات القلع المتعدد، لدى مريض مستطيل لديه قلع كافة الأسنان مثل هي الحالة، ومنه كمان بنقدر نعمل ريموف أو إزالة للزوائد العظمية اللي ممكن تنتج عن عملية القلع وإعادة
تشكيل للسه من جديد وخياطتها من جديد، ازاله الزوائد من اللسه، نعملها ريكونتورنج يعني. في حالات اخرى مثل حاله الهايبرسيمنتوزز خاصه عند الاولدر بيشنتس، عند المرضى كبيرين بالسن، محاوله بقلع هكذا سنس سيؤدي حتما الى كسر بالجذر وصعوبه في استخراج هذا الجذر لاحقا، لذلك يفضل عمل قلع جراحي لهذا السن واستخراجه بشكل كامل. حالات أخرى إذا كان في عندي ضرورة للوصول بشكل جراحي إلى السن، خاصة في حال كسر الجذور أو وجود بقايا أو زرع مكسورة من السن ضمن السنخ، كونها قلع مثل هكذا الحالات وقلع المغلق سيكون صعب قليلا. إذا كان في عندي جذور ذات شكل بصلي مثل هي الحالة، الجذر أخذ شكل بصلي بسبب وجود آفة سنية المنشأ حول الجذر واللي هي غالبا حتكون سيمنتوبلاستوما، محاولة قلع هيك سن بواسطة قلع بسيط سيؤدي حتما أيضا إلى كسر بالجذر وبقاء هذه الآفة ضمن التجويف العظمي، لذلك يجب استخراج مثل هيك حالة بواسطة القلع الجراحي. حالات أخرى أيضا إذا كان في عندي سن بدي اقلعه، كان هذا السن طول التاج السريري تبعه قصير شورت كلينيكال كراونز، فالقيام بمحاولة استخراج او قلع هكذا الاسنان بواسطة الكلابة سيؤدي حتما الى كسر او عدم امكانية مسك السن بشكل كامل بواسطة الكلابة. في مشكلة تانية كمان بهكذا اسنان انه بيكون فيها كالسيفيكيشن البريودونتال ليجامنت عن التكلس بالمسافة الرباطية، وهذا ما يجعل عملية القلع الروتيني أو القلع البسيط صعبة وتحتاج أحيانا أو غالبا إلى القلع الجراحي. حالة أخرى إذا كان في عندي دينس بون أو غياب بالمسافة الرباطية أو تكلس بالمسافة الرباطية وقلع بهيك أسنان بواسطة الكلابات سيؤدي غالبا إلى إما كسور بالأسنان أو كسور بالعظم أو كسور بالجذور، لذلك يفضل قلعة جراحية. وهيك حالات شائعة بتكون أكثر شيء عند المرضى الكبيرين بالسن الـ older patients. باختصار خطوات القلع البسيط، أول شيء رفع الشريحة وإبعادها، بعدين بعمل bone remove أو برد العظم المحيط بالسن، ثم نقوم بـ access to the tooth or root، نصل للسن أو الجذر اللي بدنا نقلعه، بعدين delivering of tooth by instruments، إزالة السن أو قلع السن بواسطة الأدوات المناسبة، ثم debridement and suturing، تنظيف مكان الجرح ومن ثم القياطة. في عندي شروط معينة لازم ألتزم فيها في أثناء عملية القلع الجراحي، وهي excellent light، أكيد لازم يكون في عندي إضاءة جيدة لحتى يكون في عندي excellent visibility اللي هي الرؤية الجيدة. إذا كان في عندي excellent visibility بصير في عندي excellent access، وصول صحيح وسهل لي السن المراد قلعه جراحيا. ومن ثم عندي شرط اخر وهو excellent instruments، ان تكون ادوات ما لها كليله، تكون حاده، تكون دقيقه لحتى اقدر استخرج جذور وذره والاسنان بكل سهوله. وشرط هام جدا جدا وهو ان يكون طبيب اسنان متمرس، ويفضل ان يكون اخصائي بالجراحه مشان يعمل مثل هيك اجراءات. بالنسبة لأنواع الشرائح بطب الأسنان المستخدمة ضمن الحفرة الفموية، الشرائح الجراحية عندي الانفلوبت فلاب، الشريحة الظرفية، في عندي فلاب اوف اسينشلس ريج اللي هي الشريحة عند المرضى ذوات الفك الأدرج، عندي ثري كورند فلاب اللي هي شريحة ثلاثية الزوايا اللي هي يطلق عليها أيضا بالشق المحرر العمودي، في عندي فور كورند فلاب اللي هي شريحة رباعية الزوايا وهي شقين محررين عموديين two vertical releasing incisions، أيضا في عندي Y shaped flap اللي هي شريحة على شكل حرف Y، وعندي similar flap اللي هي الشريحة الهلالية، وفي عندي pedicle flap اللي هي الشريحة الإصبعية. أولا بالنسبة للشريحة الظرفية اللي هي envelope flap، هي أكثر شريحة ممكن إنه نحن نستخدمها ضمن الحفرة الفموية. بالمقام الأول نستخدم شرائح ظرفية لأنه بتوفر لي الوصول المناسب للسن أو الجذر الذي أريد قلعه، وسهلة الشق وسهلة الإزاحة والرفع، ويتم إزاحتها بالاتجاه الذروي.
فهي غالبا استخدمها ضمن الحفرة الفمية. النوع الثاني هي flap of edential ridge، الشريحة اللي بيستخدمها عند المرضى اللي عندهم فك أدرار، وهي الشريحة بيتم العمل الشق فيها على مستوى الكريست اوف ذا ريتش على مستوى قمة السنخ، كونه هي المنطقة خالية من أي معالم تشريحية خاصة أعصاب أو أوعية دموية يمكن أن يحدث ضرر فيها في أثناء عملية الشق، باستثناء حالة واحدة وهي حالة ضمور الفك السفلي أتروفيك ماندبل، فبصير في عندي هجرة للأعصاب باتجاه الكريست أوف ذا ريتش، وبالتالي بيعمل شق في هذه المنطقة عند المرضى اللي عندهم امتصاص شديد أو ضمور شديد بالفك السفلي، يمكن أن يشكل خطر خاصة بالنسبة للمنتال نيرف في هذه المنطقة. وتستخدم هذه الشريحة من أجل عمل بري بروثيسيس سيرجري أو ريكونتورينج أوف ذا ريتش أو ريموفبل أوف مانديبولار تورس. النوع الثالث وهو الشريحة ثلاثية الزوايا، ويطلق عليها كما ذكرنا سابقا الشق المحرر العمودي vertical releasing incision، تعطيني اكسس اكبر من الانفلومت انسجن بحال كنت بدي اعمل جراحة بمنطقة ذروية بشكل خاص، فانها بستعمل هذا النوع من الشرائح كونه يوفر وصول افضل كما ذكرنا، وايضا يتم استخدامه في posterior aspect of the mouth في المنطقة الخلفية من الحفرة الفموية خاصة في عملية استخراج الألحاء المنتمرة. نوع آخر وهو الفور كورنيريد فلاب اللي هو شريحة رباعية الزوايا، وهي كما ذكرنا هي شقين محررين عموديين تو ريليزنج انسجنز، تعطيني اكسس كتير كبير بالاتجاه الذروي ولكن وصول او اكسس محدود ضمن الاتجاه الانتيريور بوستيريور الامامي الخلفي. وعلى كل حال هي شريحة نادرة ما نستخدمها بالحفرة الفموية، لأنه الشق المحرر العمودي أو الشريحة ثلاثية الزوايا تكون كافية من أجل الإيفاء بالغرض المطلوب للجراحة. في عندي الواي شيبت فلاب، هي الشريحة المستخدمة بمنطقة البلات أو منطقة قبة الحنك، مشان إذا بدي أعمل جراحة لإزالة البلاتال تورس بشكل رئيسي تستخدم في قبة الحنك. في عندي الشريحة الهلالية تستخدم بشكل اساسي في حالات الجراحه حول الذروية البري ابيكال سيرجري، من محاسنها انه انا بعمل شق على شكل هلال في منطقه الاتاج جنجيفا بحيث اني اتجنب اعمل ضرر او تروما على البابيلا وعلى الماجنال جنجيفا، بينما الى مشكله واحده او سيئه واحده او ديز ادفانتج واحده وهي ليميتد اكسس، كونها بس توفر اكسس للابيكال ريجن. في عندي البيديكال فلاب اللي هي الشريحة الإصبعية، من اسمها إصبعية تأخذ شكل إصبع، ممكن أن تكون بلاتال ممكن أن تكون بكال، وتستخدم بشكل أساسي في حالات إغلاق الناسور الجيب الفموي اللي هو الأورو أنترال كوميونيكيشن أو الفيستولا ناتج عن قلع أحد الأرحاء في الفك العلوي. هلأ في عندي عدة اعتبارات لازم آخذها في حال رفع الشريحة ضمن النسج الرخوي، وهي أولا أنه لازم هي الشريحة أقدر أرفع بواسطة شق جراحي، ثانيا كل شريحة لازم تحمل توعية الدموية الخاصة فيها، وذلك بأن تكون قاعدة الشريحة أوسع من قمة الشريحة من أجل أن تحمل التروية الدموية الخاصة بها، لأنه إذا كان عملنا بالعكس كان في عندي القمة أعرض من القاعدة حيصير في عندي تروية دموية غير كافية للشريحة، وبالتالي حيصير في عندي نكروزز أو تموت بالشريحة. ثالثا يجب أن توفر surgical access to underlying tissues، لازم أنه توفر لي الوصول إلى المنطقة المراد عمل الجراحة بها، وذلك بأنه يكون مساحة الشق أو مساحة رفع الشريحة هي كافية، بحيث إذا كان في عندي envelope flap أو شريحة ظرفية لازم تكون ممتدة سنين نحو الأمام وسن واحد نحو الخلف من أجل أن توفر sufficient access للمنطقة، بينما في حال كان عندي شق محرر عمودي يجب أن يكون الشق ممتد إلى سن نحو الأمام وسن نحو الخلف والرفع باتجاه الذروي وسط رافعة السمحاق من أجل أن توفر وصول مناسب إلى المنطقة المراد عمل الجراحة بها. رابعا يجب أن تعود هذه الشريحة أو إمكانية عودة الشريحة إلى مكانها المناسب والطبيعي من دون أي خسائر أو نكروزز أو إسكيميا في المنطقة. خامسا يجب أن تخيط ب
الخيوط الجراحية الخاصة من أجل أن يحصل شفاء في المنطقة، وبالتالي من أجل أن يحصل شفاء في المنطقة يجب أن تكون الشريحة مستندة بشكل أساسي على ساوند بون وعلى سمحاق من أجل أن يحدث الشفاء في المنطقة، ولا يحدث انهيار وتمزق ضمن الشريحة بعد إغلاقها، وما يصير في عندي delayed healing أو تأخر في الشفاء. الاعتبار الآخر هو أنه عند رفع الشريحة يجب مراعاة وجود بنى تشريحية هامة مجاورة يمكن أن تكون في منطقة الجراحة، ويجب تجنب أذية هذه المعالم التشريحية في حال عمل الجراحة في المنطقة. وأشهر هذه المعالم التشريحية في الفك السفلي، أولا المنتال نيرف اللي بيكون موجود بمنطقة البريمولرز أو أقرب إلى السكند بريمولرز، لذلك عند اضطرار عمل جراحة في هذه المنطقة وعمل شريحة في المنطقة يجب الابتعاد عن المنتال نيرف، بحيث أن تكون منطقة الجراحة أو منطقة رفع الشريحة أو منطقة الشق أمام أو خلف منطقة خروج المنتال نيرف من الثقب الزقنيعي، وأن نستخدم الانفولوب انسجن كونها الأقل احتمالية لحدوث أذية في منطقة العصب. تاني عصب باخده بالفك السفلي بعين الاعتبار هو اللينجوال نيرف، واللي هو بيكون بشكل وثيق متلامس ومتلاصق مع الناحية اللسانية من اللينجوال اسبكت اوف ذا ماندبل، خاصة عند منطقة الأرحاء الثالثة. لذلك وقت بدي أعمل شريحة مشان استخراج ريحة ثالثة منطمرة سفلية، يجب أن يكون الشق باتجاه الدهليزي واتجاه الديستال من أجل تجنب أذية اللينجوال نيرف، ولا أعمل أبدا أبدا أي شريحة بالاتجاه اللساني في منطقة الفك السفلي. طبعا أذية اللينجوال نيرف بسبب الجراحة سوف يفضي إلى خدر مؤقت أو دائم حسب درجة الأذية ضمن نصف اللسان الموافق لجهة الأذية. بالنسبة للفك العلوي، في عندي نيزوبلاتاي نيرف ان ارتري اللي هو الشريان والعصب الانفي الحنكي، اللي هو بيكون متوضع على المنطقة الأمامية من قبة الحنك الانتيريور اسبكت اوف ذا بالات. طبعا نحن مثل ما بنعرف انه بيعصب السوفت تيشو بمنطقة الانتيريور بالات، وبالتالي ما حيشكل كتير مشكلة بحال رفع شريحة في هذه المنطقة من حيث التعصيب، لانه بالنسبة لشعور الخدر بهي المنطقة ما حيكون كتير واضح، بالنسبة للمريض ما حيكون مزعج، وبالنسبة للأرتري ما حيكون في نزف قوي ومزعج بالنسبة للمريض، وبالتالي لا مشكلة في عمل شريحة في هذه المنطقة. بينما بالنسبة للجريتر بالاتاين أرتري أند نيرف، الشريان الحنكي الكبير والعصب الحنكي الأمامي أو الكبير، فلازم نتجنب نعمل الفيرتيكال ريليزنج انسجن بهي المنطقة، كون التداخل بالجراحة على الشريان الحنكي الكبير الجريتر بالاتاين ارتري راح يعمل لي نزف مزعج للمريض وصعب السيطرة عليه في هذه المنطقة. لذلك يجب تجنب عمل شقوق محررة اللي هي الفيرتيكال ريليزنج انسجن في هي المنطقة. هلا كيف فيني انا اعمل او ارفع الشريحة؟ عندي عدة اعتبارات لازم اخذها. اولا طبعا وجود ادوات مناسبه، اللي هي عندي شفره 15، عندي حامل الشفره، في عندي لازم نمسكهم بمسكه الالم، ويكون الشق من الخلف الى الامام وبحركه واحده وسريعه وحازمه، ولازم يكون شادين الاليفيرال الماكوزا او المخاطيه الفموميه بالمنطقه مشان يكون الشق حاد وغير مشقق، ما يعمل لي اذيه ضمن السوفت تيشو. طبعا بالنسبة إذا كان عم بعمل انفلوب فلاب أو شريحة ظرفية، لازم أنا أجيب الطرف الكليل والمسطح من رافع السمحاق وأبلش رفع من منطقة البابيلا أولا، ومن ثم أقوم برفع باقي الشريحة وبشكل بطيء ومع السمحاق. لازم أنزل برافعة السمحاق بالجزء الكليل منها تحت السمحاق وأرفع الشريحة مع السمحاق، مشان ما يصير في عندي أذية وتمزق وإسكيميا وتموت بالسوفت تيشو. طبعا حيصير في عندي رفع بالاتجاه الابيكال. هلا اذا كان في عندي vertical releasing incision استخدمتها، لازم يكون عندي الرفع بالاتجاه الابيكالي، لازم بلش رفع بواسطة رافعة السمحاق، رفع الشريحة من عند الزاوية الفاصلة بين الشق وبين الزاوية،
وارتفع بالاتجاه الابيكال واللاترال. طبعا كمان بدي اخذ بعين الاعتبار انه انزل بالطرف الكليلي رافع السمحاق تحت السمحاق وارفع الشريحه كامله سوفت تشو زائد بريوستيوم، يعني سمحاق مع نسج رخوه، نفس السبب اللي حكيناه قبل شوي اللي هو تجنب عمل اذيه ضمن السوفت تشو، ما يصير في عندي اسكيميا، ما يصير في عندي نكروزس ضمن السوفت تشو. طبعا مثل ما ذكرنا هون انه البدء برفع الشريحة من الجزء الوسيط او من عند الزاوية تبع الفيرتيكال ريليزنج انسجن راح يعمل لي تسهيل لرفع الشريحة وما يكون في عندي اذية ضمن السوفت تشو، حيكون اتروماتيك ريفليكشن اوف سوفت تشو فلاود. بالنسبة لي تقنيات القلع، هلا اول شيء في حال كان في عندي سنجل روتد تيث او توث سن وحيد الجذر بدي اقلعه بطريقة جراحية، في عندي عدة طرق ممكن اني استعين فيها. اول طريقة باني ارفع شريحة ظرفية انفلوب فلاب واوصل لمنطقة السن المراد قلعه، ابرد شوية العظم شوية صغيرة ما كترت برد عظم، بعدين بجيب كلابة الجذور اللي هي طبعا تختلف بين فك العلوي والسفلي، بجيب كلابة الجذور وامسك الجذر وبقلعه بالطريقة المعتادة. الطريقة الثانية هي اني كمان برفع شريحة بوصل للعظم وبجيب كلابة الجذور، طبعا بيكون اول طرف مسك بالجذر من طرف البلات والطرف البكر اذا ما حسنت اوصل ضمن الجذر للداخل بمسك بالكلابة بجزء السطحي من البكر كورتيكال بليت، باعتبار بتكون الرئة بهي المنطقة، لذلك يمكن اني اهرسها تحت الكلابة واكسر هي الجزء الصغير ومشان استخرج الجذر كاملا مع هذه القطعة العظمية من البكر كورتيكال بليت. في عندي طريقة تانية كمان يلي هي اني ارفع الشريحة واوصل للجذر وفوت ضمن البريودونتال ليجامنت سبيس بواسطة باين اليفيتر، دافعة باين تكون رفيعة للمسافة الرباطية، واعمل حركة اسفين يلي هي حركة ويدج واستخرج الجذر المراد اني اقلعه بواسطة الويج بطريقة الويج برفعة الباي. في عندي طريقة تانية وهي طريقة تقليدية اني انا ابرد عظم من البكل بليت وحوالي تلتين طول الجسر واسطة السنبلة ببرد العظم، بعمل ازالة للعظم بهي المنطقة ومن ثم اقوم باستخراج الجذر بالكلابة بشكل معتاد. في عندي طريقة تانية بحال ما طلع مع الجذر بالطريقة التقليدية بعد ما بردت عظم، هو اني اعمل ويندو او نافذة ضمن الجزء الذروي الظاهر من الجذر اللي بدي اقلعه بواسطة السنبلة مشان اخلق نقطة استناد للكلابة او للرافعة لحتى استخرج فيها السن، مثل هي الحالة في عندي كرين بيك اللي هي الرافعة الصغيرة اللي حشرتها ضمن الفجوة او النافذة او الويندو اللي عملتها بالسنبلة مشان اعمل استخراج او قلع للجذر من مكانه. هلا بالنسبة لي الاسنان متعددة الجذور مثل الارحاء، طبعا المبدأ الاساسي فيها هو انه افصل هي الاسنان متعددة الجذور لاسنان متعددة وحيدة الجذور مشان يصير القلع عندي اسهل وافضل، على مبدأ فرق تسد، فنحن هون بنفرق الجذور مشان نقدر نقلعهم بشكل اسهل. طبعا تختلف التقنية في حال كان التاج انتاكت او سليم، او اذا كان التاج ميسنج او متهدم او ما عندي تاج على السن فبدي افصل بس الجذور واقلعه. هلا بالنسبة للارحاء السفلية، بحال كان التاج سليم وموجود في عندي تقنيتين لاقلع فيها السن، اول طريقة باني انا افصل التاج مع الجذور لسنين وحيدين الجذر، سن انسي وسن وحشي ديستال وميزيات، بعدين بقلع كل سن على حدا وسط الكلابة. في عندي طريقة تانية في حال كمان كان التاج سليم، هو اني انا برفع كمان شريحة ببرد عظم لمستوى البايفوركيشن، بعدين بعمل فصل للتاج مع الجذر الوحشي وبخلي الجذر الانسي الميزيال روت لحاله، بعدين بقلع التاج مع ديستال روت وبقلع اخر شيء الميزيا روت بواسطة رافعة كراير.
هلا بحال كان التاج متهدم او ما في تاج عندي، فانا بعمل فصل للجذور جذرين انثى ووحشي، وبخلق مثل نقطة استناد بواسطة السنبلة مشان استند فيها برافعة كراير استخرج اول جذر، وممكن حاول كمان اني استخرج برافعة الباين كمان مو مشكلة، وبعدين بستعمل رافعة كراير مشان فوت بالسوكت الفاضي تبع الجذر يلي قلعته، وبقلع الجذر الاخر بواسطة الويل اند اكسل بمبدأ العجلة والمحور برافعة كراير. بالنسبة للأرحاء العلوية كمان بتختلف ما بين إذا كان التاج موجود أو سليم، وما بين كان التاج متهدم. ففي حال كان التاج موجود بعمل فصل للتاج عن الجذور وخليه مع البلاتا الروت، فبقلعه للتاج مع البلاتا الروت، ثم أقوم باستخراج أول جذر بواسطة رافعة الباي وآخر جذر بواسطة رافعة كراير، فبيكون في عندي استخراج البلاتا الروت مع الكراون، بعد منها استخراج للميزيو بكر روت بواسطة الباين اليفيتر، بعدين للديستو بكر روت بواسطة الكراير اليفيتر. هلا في حال كان تاج تبع الرحلة العلوية غير موجود، فأنا بعمل فصل للجذور الثلاثة وخليهم كل واحد على حدة، بعدين بعمل إزالة لأول جذر بواسطة رافعة كراير من خلال نقطة الاستناد اللي أنا خلقتها بالسنبلة مشان استند فيها برافعة كراير، وإقلع أول جذر، بعدين بقلع تاني جذر كمان بالكراير أو بالكلابة الجذور مو بتفرق، آخر شي طلع الجذر البلاتال كمان يا إما بواسطة الكلابة أو بواسطة الباين إليفيتر. بالنسبة للقلع الجراحي للأسنان المنطمية طبعا في عندنا عدة خطوات، وبيعتمد صعوبة القلع على كيفية توضع ووضعيته بالنسبة للنسج المجاورة للأسنان المنطمية. فأول خطوة هي إني أنا أرفع الشريحة، مثل ما لاحظنا هون إن الشقوق هون أغلبها شقوق محررة عمودية عم تكون، مشان يكون في عندي greater access بالمنطقة. ثانيا بعمل إزالة للعظم حوالين السن المنطمرة، وغالبا بيكون بالاتجاه الاكلوزر يعني من الاعلى، ومن الاتجاه البكال او الديستر، من الاتجاه الدهليزي بيكون هون البلد بشكل اساسي، ديستر بكال اكلوزر. طبعا في عندي الخطوة الثالثة هي اني اقسم السن لعدة اقسام، طبعا كيفية سيكشنينج اوف ذا توث تعتمد على كيفية التوضع تبعه او الانجوليشن تبعه، مثل ما انا ملاحظين هون كل واحد حسب كيفية التزوي تبعه او الانجوليشن تبعه عم يكون في له فصل، وبالنهاية كله بصب بغاية واحدة وهو انه تسهيل عملية القلع بالنسبة للطبيب. اخر شيء بعمل ازالة ل السن او اقسام السن اللي انا قسمتها بواسطة الروافع. طبعا في عندي عدة عوامل تتعلق بصعوبة قلع الأسنان المنطمرة، وهي طبعا بشكل سريع هي أول شيء الأنجوليشن تبع السن تختلف ما بين وضعية وأخرى، علاقتها مع الريموس العمق تبعها الديث، إذا كان في عندي روت مورفولوجي طبعا إذا كان لونج ثين روت، ما بين كان كونيكال فورم تختلف، ما بين كان دايفرجنت روت طبعا بيكون أصعب. البريودونتال ليجامنت سبيس كمان تلعب دور في تسهيل او صعوبة قلع السن، كمان الفوليكل سبيس كمان تلعب دور، البول المحيط كمان بيلعب دور، علاقتها مع الرحلة الثانية المجاورة كمان تلعب دور. هلا بالنسبة للرحلة السفلية في عندي عامل اضافي هو علاقته مع الانفيريو اليدرال قناة العصب السنخي السفلي، كمان كل ما كان اقرب كل ما كان اصعب القلع ومعقد اكثر، بيعطي كومبليكيشنز اكبر. وكمان بالنسبة لطبيعة الامباكشن تبع السن المنطمرة ما بين سوفت تيشو امباكشن او كومبليت بوني امباكشن، كل ما كان منطمر بعظم بشكل اكبر كل ما كان صعوبة قلع اكبر وبده برد عظم اكثر. بالنسبة للانجوليشن طبعا في عندي اربع انواع بالنسبة للارحاء، وهي ميزيو انجولار، في عندي الهوريزنتال وهي حالة خاصة من ميزيو انجولار، في عندي الفيرتيكال، في عندي ديستو انجولار وهي اصعب بالنسبه للارحاء السفليه. بالنسبه للارحاء العلويه بتختلف شويه القصه، فعندي الفيرتيكال هي اسهل نوع، في عندي الميزيو انجولار بالمرتبه الثانيه، ديستو انجولار بالمرتبه الثانيه، وميزيو انجولار هي
الأصعب بعملية القلع بالنسبة للأرحاء المنطمرة العلوية. بالنسبة للعمق في عندي كلاس A وكلاس B وكلاس C، حسب قديش في عندي عمق، كل ما كانت أعمق كل ما كانت أصعب القلع. طبعا بالأرحاء العلوية نفس الفكرة. في عندي بالنسبة للأرحاء السفلية علاقتها مع الرئد أو ريليشن ويز ريموس، كل ما كانت الرحى متداخلة باتجاه الرئد بشكل أكبر، كل ما كان صعوبة قلعها أكبر، بحاجة لبرد عظم أكثر. وطبعا عمليات قلع الأرحاء المنطمرة ضمن الريموس بشكل كامل تحتاج إلى تخدير عام، غالبا ما حيمشي الحال بالتخدير الموضعي، طبعا حتكون أصعب كل ما كان أقرب إلى الريموس. بالنسبة للروت مورفولوجي بتختلف ما بين، عندي عاملين لازم آخذهم، أول شيء طول الجذر تبع السن المنطمرة وشكل الجذر. فطول الجذر الأمثل للقلع هو نص لتلتين طول الجذر يكون مكتمل، لأنه لا إذا كان كامل بيكون سهل بالقلع، ولا إذا كان مو مكتمل أبدا بيكون سهل بالقلع. مثل هي الحالة، إذا حاولنا نقلع مثل هيك سن منطمر، رح يصير في عندي روتيشن بتوث بود بأثناء عملية القلع بواسطة الرافع، رح يصير في عندي صعوبة باستخراج هيك سن. حتى المورفولوجي بيلعب دور، ما بين إذا كان كونيكال بيكون قلعه أسهل، ما بين كان دايفرجن ومتشعب أكتر حيكون قلعه أصعب. عندي الفوليكل والبوليونتال ليجمنت سايز او سبيس، كل ما كان الفوليكل اكبر تبعه كل ما كان صعوبة قلعه اقل، يكون اسهل بالقلع يعني. ودي اخذ بعين الاعتبار انه لازم سلخ الفوليكل بشكل جيد بعد عملية القلع لما بدي اعمل برايتمنت لمكان الجراحة. وبالنسبة للبوليونتال ليجمنت سبيس كمان، كل ما كانت اوسع كل ما كان القلع اسهل، والعكس صحيح. عامل اخر باخذه بعين الاعتبار لصعوبة القلع هو natural of overlying tissue، يعني كيفية انضمام السن، بينما كان إذا soft tissue impaction بيكون سهل كثير بالقلع، بحيث إني أنا مجرد ما رفعت الشريحة بلاقي تاج السن ظاهر عندي، بينما إذا كان partially bony impaction بيكون أصعب. بينما أصعب نوع هو ال complete bony impaction اللي هو مطمئن بشكل كامل ضمن العظم، فبده برد عظم كثير بيكون. في عندي عامل آخر بالنسبة للفك السفلي وهو relation with inferior alveolar nerve canal، فكل ما كانت علاقتها مع الكانال أكبر كل ما كانت صعوبة أكبر، كل ما كان بدها مهارة أكبر، كل ما كان في عندي احتمالية لحدوث complications أكبر. طبعا آخر عملية باستخراج الأسنان المنطمرة هي debridement and suturing، الخياطة. طبعا بنفك الخيوط بعد مدة تقريبا 7 أيام من الجراحة. بالنسبة لاستخراج الجذور المكسورة والزورة المكسورة وبقايا الجذور العالقة ضمن السوكيت، في عندي شرطين أساسيين لازم يتحققوا، هنا الاكسلنت لايت والاكسلنت سكشن، لحتى يشفط لي كل السوائل والدم اللي ممكن يكون موجود ضمن السوكيت واللي ممكن يعيق الرؤية أو الفيزيبيليتي يلي عندي. طيب أنا ليش ممكن ألجأ لتقنية القلع الجراحي بحالات الزورة والجذور المكسورة؟ بسبب وجود هايبرسيمنتوزز، أو بسبب عدم القلقلة الصحيحة لي أو القلقلة الكافية لي الجذر أو للذروة قبل حدوث الكسر فيها خلال عملية القلع البسيط، أو إذا كان في عندي انحناءات كبيرة أو شديدة ضمن النهاية الذروية للجذر. عندي عدة تقنيات ممكن أستعين فيها من أجل استخراج الذرة والجذور المكسورة. أولا إني كمان الطريقة التقليدية إني أنا أبرد عظم، أرفع شريحة وأبرد عظم لأوصل للجذر المكسور واستخرجه بواسطة رافعة الباين، ادخل بالبريودونتال ليجامنت سبيس بحركة ويج واستخرجه. طبعا في عندي تقنية تانية بديلة يلي هي اسمها اوبن ويندو تكنيك، محاسن هي الطريقة بانه انا بقدر اعمل بس عبارة عن ثقب صغير ضمن البكال كورتيكال بليت عند الابيكال بورشن اوف ذا روت او الابيكس، وبعد منها بجيب الرافعة وفوت فيها ضمن هذا الثقب وبستخرج منها الذروة أو الجذر المكسور. محاسن هي الطريقة بأنه هي بتحافظ لي على البكال كورتيكال بليت بحال كان المريض بيرغب بأنه يزرع بعد ما يصير في عملية قلع للسن وشفاء بالمنطقة، ما بصير في عندي أذية بالبكال كورتيكال بليت. هلا في عندي عدة حالات تستوجب أو عدة مبررات تستوجب إنه خلي الجذر بمحله بلا ما أقلعه. شو هي؟ أول شيء إذا كان في عندي
روتي فريجمنت شود بي سمول، يعني جزء من الجزر اللي مكسور او بقايا الجزر تكون صغيره ما تتجاوز 4 ل 5 ميلي بالطول. ثانيا ما يكون فيها انفكشن، ما يكون فيها راديولوسنسي على الاشعه، ما يكون فيها افه حوالين الجزر، يعني ما يكون في عندي مهم انفكشن. والمبرر الثالث هو انه اذا كان الجزر كثير انتماره عميق ضمن العظم، فاذا بدي احاول استخرج مثل هيك جذور انتماره عميق جدا ضمن العظم، ف رح يصير في عندي ازاله لكميه كثير كبيره من العظم، اذيه ضمن العظم الفك، ممكن يصير في عندي كسر فك مرضي، ممكن يصير في عندي مثل هي الحاله لوحات استخراج جذر، اذيه ب منطقه العصب السنخي السفلي inferior alveolar nerve، فالافضل اني اتركه مع المراقبه. طبعا بالنسبه لاخر مرحله بالقلع الجراحي وهي السوتشرينج، إلى عدة وظائف للسوتشر كتير مهمين، هن أول شيء إنه بتخليني أضب الجرح ب طرفين متقابلين مشان يخف عندي النزف والأذية، بصير في عندي شفاء أسرع. ثانيا بتساعدني بالهيموستاسيس أو بالإرقاء أو بإيقاف النزف. ثانيا أو ثالثا ممكن تساعدني بعملية الحفاظ أو ثبات الخسر الدموية في منطقة السوكيت، خاصة في حال عمل فيجر 8 سوتشر يلي هي حتخليني او تساعدني بعملية تثبيت البلود كلوت ضمن السوكيت. وفي عندي وظيفة اخيرة هي انه بتساعد على اني اضب او ضل النسج او سوفت تشو النسج الرخوة ضمن او على العظم وعلى السمحاق مشان يصير في عندي هيلينج او شفاء للنسج الرخوة، ما يصير في عندي اسكيميا، ما يكون في عندي نكروزز ايضا. طبعا ادوات لازم تكون موجوده عندي اللي هي النيدل هولدر، لازم يكون في عندي ماده الخيط الجراحي، لازم يكون في عندي النيدل اللي هي لازم تكون 3 8 الدائره شكلها، هي دائما شائعه ضمن الخياطه بالحفره الفمويه، بمسكها بالاندكس فينجر مشان السبورت، وبمسكها بمسك النيدل هولدر بالاصبع الاول وبالاصبع الرابع، وخلي الاندكس فينجر كسبورت مشان ما ينزلق مني في اثناء عمليه الخياطه. دائما لما بدي خيط لازم بلش من الطرف من عند البابيلا ومن الطرف المتحرك لحتى امسكه للطرف الثابت، يعني من الفيشيا اللي هو حيكون غالبا عند الطرف المتحرك نحو اللينجوال بابيلا اللي هي الطرف الثابت. وما لازم خيط على الامتي سوكيت لانه ما حيصير في عندي دعم الشريحه وثبات الشريحه على العظم، وبالتالي ما حيصير في عندي هيلينج سريع، حيصير في عندي ديليد هيلينج، ممكن يصير في عندي اذيه بالنسج الرقبه وانهيار بالشريحه. طبعا مثل ما حكينا بمسك الطرف المتحرك اول شيء، وبعدين فوت بالطرف الثابت اللي هو حيكون يعني فيشل للينجوا. طبعا كيفيه دخول الابره لازم تكون بزاويه 90 درجه بالنسبه للسوفت تيشو، ما لازم يكون الدخول اوبليك او بشكل معترض مشان ما يصير في عندي اذيه ب الفلاب او السوفت تيشو، ما يصير في عندي تيري، ما يصير في عندي تمزق، ما يصير في عندي انجري وديليد هيلينج بالسوفت تيشو. طبعا بالنسبه لي عائد الخيط او ربط القطبه بالتيشوز ما لازم يكون مربوطه بشكل قوي كتير، ما يكون يعني not be tied to tightly، ما يكون مربوط بشكل او معقود بشكل كبير كتير، لانه هذا الشيء رح يعمل لي اسكيميا ونكروزز ب حواف الشريحة أو بالفلاب مارجنز. طيب كيف بدي أنا أقوم بالخياطة؟ بعد ما فوتت الإبرة من الطرف الأول للطرف الثاني، بخلي عندي من الطرف الأولاني قسم حر من الخيط بحوالي 1 ل 2 سنتي، بعدين بجيب الطرف الآخر من الخيط اللي فيه الإبرة اللي هو الطرف الطويل، وبلفه حوالين النيدل هولدر لفتين، بعمل 2 لوبس، بعدين بجيب الطرف الحر من الطرف الاخر وبمسكه بالنيدل هولدر وبفوته بالطرف الاخر او باللوبس وبعقده، بكرر هي العمليه مره ثانيه مشان يصير في عندي قطبتين او قطبه ماكنه. ولازم يكون قبل ما فوت بالابره لازم يكون في عندي تحرير بسيط لنون فلاب سايد اوف ذا انسجن، يكون في عندي سهوله بدخول الابره من طرف للطرف الاخر، ما اصطدم بعظم او باشياء صلبه او يصير في عندي تمزق بالسوفت تيشو او اذيه فيها نتيجه
الدخول بعنف أو بقسوة شديدة ضمن المنطقة. فبما برافعة السمحاق شوي رفع أو ريفليكشن بنون فلاب سايد وفوت بالإبرة بشكل مريح. طبعا آخر شيء بعمل قطبة بالاتجاه المعاكس. طبعا مثل ما قلنا إنه عملنا قطبتين، بعدين بعمل بلف الطرف اللي فيه الإبرة حوالين الميدل هولدر بالاتجاه المعاكس عكس عقارب الساعة يعني، وبرد بربطها كمان مرة تانية أو بعقدها مرة تانية. فهذا الشيء شو حيعمل لي؟ رح يعمل لي تمكين للعقدة أو للقطبة في المنطقة، بحيث ما تفرط هاي القطبة أو ما يصير في عندي تمزق أو انهيار في القطبة أو بالشريحة. طبعا في عندي عدة تقنيات بالخياطة ممكن إني استخدمها ضمن الحفرة الفموية، بس هي أشهرها الـ Simple Interrupted Suture. ممكن إني استعين بالهوريزونتال ماتريس سوتشر بحال إذا كان بدي أعمل مثلا قطب ضمن البابيلا أو ضمن اللثة. ممكن كمان إذا كان في عندي شق طويل بإني استعين بالكونتينوس سوتشر لأنه أسرع، بتكون باعتبار أسرع واختصارا للوقت مشان خيط بشكل أسرع على الشقوق الطويلة، وكمان بتكون مريحة للطبيب بشكل أكبر. هلا بالنسبة لي ما بعد العمل الجراحي، في عندي اول شيء تغطية دوائية حتكون عبارة عن نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، مضادات الالتهاب غير ستيرويدية، منها حتكون مخففة للوزمة اللي ممكن ان تنتج بعد العمل الجراحي، ممكن وكمان بنفس الوقت بتعمل عمل مسكن. بس ممكن انني اخذ كمان مسكنات عادية يلي هي مسكنات مركزية، كمان ممكن استعين بستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز بس بحال الضرورة، او مو كل الحالات يعني فيني استخدم فيها الاسترويدات الا بحال كان في عندي عمل جراحي كتير كبير كتير واسع كتير فيه كان تروما على التيشوز ضمن الحفرة الفموية، فممكن اني استعين بالاسترويدات. الانتي بايوتكس كمان مضادات حيوية بس عند الضرورة، بحال كان مثلا مريض مهمل او عنده امراض جهازية او عنده اعتبارات خاصة استوجب على اني استعين بالمضادات الحيوية. في عندي الماوث ووشز طبعا اليوم التالي للعمل الجراحي بستعين فيها مشان اطهر لي مكان الجرح، ما يصير في عندي دخول لجراثيم ويصير في عندي انفكشن محتمل بالمنطقة. هلا في عندي ناحية تانية يلي هي وات اباوت بوست اوبراتيف كير، ما هي الاعتبارات او ماذا عن الاعتبارات بعد العمل الجراحي بخصوص العناية؟ طبعا مثل القرع البسيط لازم ينبه على المريض انه اول شيء يلتزم بالادويه اللي انا اعطيته اياها، يلتزم بالصحه الفمويه، ما يكون مهمل، يحافظ على مكان الجرح نظيف قدر الامكان. بحال حس بالم ياخذ مسكنات، حيكون الالم هذا شيء كثير طبيعي خاصه باول 3 4 ايام حيكون الالم بذروته، بعدين بنهايه الاسبوع الاول رح يخف. عندي حيكون في وزن كمان، هذا شيء طبيعي، هي وزني بعد اسبوع بتكون اختفت ان شاء الله. بالنسبة لي النزف ممكن يجي المريض لعندي يقول دكتور انه عم ينزف عندي مكان الجرح، هذا شيء طبيعي، بس هو ما حيكون هو نزف، حيكون هو نزف يلي هو عبارة عن كمية قليلة من الدم مع كمية كبيرة من اللعاب ضمن الحفرة الفموية. فلا ابدا يخاف المريض بالنسبة للنزف خاصة بالليل، واهم شيء انه يلتزم بالتعاليم تبع الطبيب بما بعد العمل الجراحي مشان ما يصير في عنده كومبليكيشنز واختلاطات واضطرابات ممكن تكون ناتجة عن إهمال المريض بالنسبة للعناية بعد عملية القلع الجراحي. شكرا لحسن إصغائكم.